يعطيكم العافية. لا هذا السؤال كمان نص دقيقة لأن نوضح أكثر شوي. يعطيني هذا الحبل فيندي سرعة ايه كانت داونورد 100.8 وأنت أن أبورد أكسلريشن 2 متر لكل سكند تربيع، يعني تسارعها لفوق سرعتها لتحت عادي مش مشكلة كل أوجد سرعة بي. يلا معادلة الحبل في طريقتين، طريقة الأوريجين وطريقة الهاي. طريقة القطع عندي VA 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 VB VB إذا 3VA زائد 2VB يساوي 0. يلا 3 في داونورد 0.8 مثلا زائد 2VB يساوي 0، إذا VB تتساوي 3 على 2 في 0.8 تعطيني 1.2، إشارة سالبة يعني عكس الـ A. A كانت لتحت فـ V لفوق. يلا بالنسبة للتسارع نفس الشيء بس اشتق، ف 3 على 2 ضرب 3 ضرب 2 قصدي تعطيني 3 نفس قبل شوي، فقديش بيطلع؟ بيطلع 3. قديش كانت لفوق فبالتالي بي لتحت. الطريقة الثانية معادلة الحبل، الحبل هذا بيبلش بالأرجل بينتهي بـ A، إذا إكس إي. وهذا الحبل نفس الشيء إكس إي، وهذا الحبل دي دي ناقص إكس إي فبالتالي نفس الشيء إكس إي، أو إكس إي ناقص دي قصدي، ودي بتروح الحبل الثاني ونفس الشيء إكس بي وإكس بي وبس. يعطيكم العافية.